نجواننا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها: تطبيق من أمازون سينافس واتساب. جاء في تفاصيل الخبر: كشفت شركة أمازون أنها تعمل على تطوير تطبيق جديد للتراسل سينافس واتساب. يمتلك التطبيق الجديد كثيرا من الركائز الأساسية الموجودة في تطبيقات التراسل الأخرى، مثل خاصية تشفير الرسائل والرسائل الصوتية والفيديوهات والملصقات. واخترنا لكم مشاهدينا الكرام من صحيفة الحياة: أمازون تطلق خدمة تواصل اجتماعي لأجهزة أبل. كشفت شركة أمازون عن إطلاق خدمة للتواصل الاجتماعي تحمل اسم سبارك، وتسمح للأعضاء بعرض وشراء منتجات على منصاتها، في خطوة واضحة من عملاق التجزئة الإلكترونية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: جوجل تعيد إحياء نظاراتها لكن بنسخة للشركات. بعد 2.5 السنة على إخفاق جوجل جلاس، أعادت المجموعة الأمريكية إطلاق نظارات موصولة لكنها خصصتها هذه المرة للشركات. وكان عملاق التكنولوجيا علق قبل 2 مبيعات هذه النظارات المثيرة للجدل بسبب كاميراتها التي يمكن تشغيلها بحركات بسيطة وأحيانا بمجرد رفة عين، ما أثار مخاوف بشأن حماية الحياة الخاصة. ومن صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا نقرأ: جوجل ينافس فيسبوك بإضافة خاصية آخر الأخبار. تعمل شركة جوجل على إضافة خاصية جديدة لتقديم آخر الأخبار لصفحاتها الرئيسية على غرار موقع فيسبوك، ما يسمح للمستخدمين برؤية المحتوى الذي قد يهتمون به قبل البحث. ختاما مشاهدينا من صحيفة اليوم السابع المصرية: وفيسبوك تطور هاتفا ذكيا جديدا يمكن فكه وتركيبه مرة أخرى. تبحث شركة فيسبوك هذه الفترة تطوير هواتف ذكية حديثة يمكن فكها وتركيبها مرة أخرى واستبدال أجزائها. الشركة قدمت براءة اختراع نشرت حديثا تكشف أنها تطور جهازا جديد مع وحدات الكهرومغناطيسية التي من شأنها أن تخفف من مشكلة إهدار الإلكترونيات التقليدية التي يشتريها المستهلكون، ثم التخلص منها عندما يعفى عليها الزمن بعد بضع سنوات.